بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في فيديو جديد في قناة عربيتي 2. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن حاجة الناس ما بتحبهاش بصراحة. هنتكلم عن الغاز الطبيعي في العربية. لو انت اول مرة تزور قناة عربيتي، ما تنساش تضغط اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة، كل الفيديوهات الجديدة، وتقدر تدوس على الفيديوهات عشان تستعرض الفيديوهات اللي عندنا في القناة كلها. هتلاقي فيديوهات كتير جدا بتتكلم عن صيانة السيارات. طبعا اول ما نقول غاز طبيعي في العربيه نعرف كده ان العربيه باظت ان شاء الله. يعني لا يا جماعه، هو الناس واخده فكره غلط خالص عن الغاز، يعني ان هو بيدمر الموتور وبيقلل صاحب العربيه والكلام ده كله. الكلام ده كله عشان الغاز اول ما بدأ في مصر بدأوه في التاكسيات، والتاكسي كان عربيات موديلات قديمه قوي، والمواتير بتاعتها تعتبر بايشه يعني دايبه خلاص جابت اخرها. ولما ركبوا عليها الغاز طبعا كصاحب تاكسي وبيوفر وكده وينفع ان هو يدور العربية من غير بنزين اصلا، يدور على الغاز، فشال التانك بتاع البنزين. يعني انا شفت عربيات لادا قديمة شايلة التانك بتاع البنزين خالص وشغالة بتدور الصبح على منظومة الغاز على طول. وطبعا الغاز بيبقى متجمد تقريبا، بيبقى ساقع جدا، ليه عيوب كتير. لكن تعالوا بقى نتكلم على المنظومة اللي موجودة النهاردة في العربيات الحديثة. احنا مش هنتكلم عن عربيات حديثة قوي، يعني لان العربيات الحديثة بقت التربو استهلاكها بسيط جدا في البنزين وكده، دي نقدر نشتغل بيها بنزين عادي جدا، التوفير مش هيبقى اللي هو. لكن تعالوا نتكلم، مثلا انا بتكلم ان معايا عربية ميتسوبيشي لانسر 2001، يعني هي اللي هي المكوة وفئة البومة. يعني هي الموتور بتاعها 1600 انجكشن مش كربراتير، نفس موتور البومة. فالمنظومة اللي معمولة للعربيات دي حاليا اسمها منظومة الحقن المتزامن. في منظومة تانية قبلها كانت معمولة للعربيات الانجكشن، اللي هي زي مثلا الدايو لحد موديلات معينة. لكن منظومة الحقن المتزامن ديت في الموديلات الحديثة هي منظومة يعني معقدة شوية بس أداءها عالي جدا. هي فكرتها ان بنحط 4 رشاشات للغاز فوق الرشاشات بتاعة البنزين، فاحنا كده يعني الرشاشات بتاعة البنزين متحافظ عليها، ما بنستخدمهاش خالص في الغاز. طبعا الغاز يعتبر داخل من المنظومة بتاعة الغاز على غرف الحريق على طول. غرف الحريق ديت لو بنستخدم، يعني احنا لو بنستخدم الاسلوب الصحيح لاستخدام الغاز، يعني اللي هو احنا لما ندور العربية الصبح وهي باردة على البنزين بنمشي بيها فترة على البنزين، فبيكون الموتور من جوه اتملى كربون واتبطن يعني بالكربون، فلما نحول على منظومة الغاز او هي العربية بتحول لوحدها لما توصل لدرجة الحرارة المظبوطة بتاعتها، الغاز بيبتدي ساعتها ان هو لو هياكل في حاجة مش بياكل في الكربون، بياكل في الكربون مش بياكل في جسم المكنة. بيحاول ان هو ينظف الموتور من الكربون الداخلي اللي فيه. احنا لو بنستخدم يوم في الاسبوع مخصصينه كده ان احنا نمشي عليه بنزين بس، فده هيحافظ على عمر المكنة معانا. يعني تعالوا نتكلم الاول عن الاسعار، اسعار منظومة الغاز. في 3 انواع لمنظومة الغاز. اول واحدة فيهم اللي هي بتاعت الكربراتير، بتاعت العربيات الكربراتير القديمة شوية ديت، تكلفتها كلها تقريبا في حدود 6500، وطبعا في كاش وفي تقسيط. التقسيط على سنة بيبقى بدون فوائد بنفس سعر الكاش. بعد كده نبتدي ان احنا ممكن نقسط من سنة ل5 سنوات على حسب الشركة اللي هنتعامل معاها. في شركات بتقسط 3 سنين وفي شركات بتقسط 5 سنين. تاني منظومة اللي هي منظومة الانجكشن. المنظومة دي تقريبا عاملة 7000 وشوية، يعني كام بالظبط ما اعرفش، بس هي في رينج 7000. يعني تالت منظومة اللي انا مركبها عندي في العربية اللي هي منظومة الحقن المتزامن عاملة 8250، غير طبعا مصاريف التركيب والكلام من ده، حوالي 124 جنيه، حاجات بسيطة يعني. سعر المتر في الغاز 2.75 جنيه. المسافة اللي بيمشيها متر الغاز من 14 ل 16 كيلو على متر الغاز، ده طبعا يعتبر في السفر يعني. لكن جوه البلد انا شايف ان هو الاستهلاك تقريبا في المتر 10 كيلو، 10 كيلو جوه البلد.
طيب هنتكلم على التوفير. احنا لو بنمشي مثلا 15,000 كيلو في السنة، 15,000 كيلو مش كتير في السنة، على 10 كيلو في المتر، في 2.75 جنيه اللي هو سعر المتر، يبقى احنا كده بنستهلك غاز بتقريبا 4,125 جنيه خلال سنة. طيب تعالى بقى نمشي 15,000 كيلو دولت على بنزين اللي هو بنزين 80، فهنقول 15,000 كيلو على 10 كيلو برضو في المتر، لأن البنزين تقريبا لو العربية مظبوطة هتمشي معانا 10 كيلو جوه البلد في المتر في اللتر، يبقى هنقول 15,000 على 10 في 5.5 جنيه اللي هو سعر لتر البنزين التمانين، هيساوي 8,250 جنيه، الضعف بالظبط، لأن هو لتر البنزين بضعف سعر متر الغاز. يبقى احنا كده التوفير في السنة خلال سنة واحدة 4,125 جنيه. طيب لو قلنا ان الموتور هيتهلك معانا في خلال 5 سنوات، طبعا هو ممكن يعيش اكتر من كده بكتير، وممكن يعيش اقل من كده بكتير على حسب استخدامنا للمنظومة. فلو هنستهلك المكنة خلال 5 سنين، يبقى هنكون وفرنا من منظومة الغاز 20,625 جنيه. ساعتها يعني ممكن ان انا نستغنى عن الموتور بتاعي خالص واجيب شورت بلوك احطه مكان الموتور بتاعي، مع ان الموتور بتاعي برضو النص التحتاني منه يعتبر سليم، لان الغاز ما بينزلش على النص التحتاني من الموتور، والغاز كله في وش السلندر في النص الفوقاني من الموتور. ولو هيأثر على حاجة ممكن هينشف الكاوتش بتاع الصبابات شوية، اللي هو طقم جلد الصبابات، ساعتها ممكن نبقى نغير جلد الصوابات، او ممكن نغير وش السلندر على بعضه، هيتلاقيه عامل حوالي 1,500 ولا 2,000 جنيه، يوم ما يعني يبقى كده غالي. يعني انا بالنسبة لي الشورت بلوك عندي عامل 6,500 جنيه تقريبا، اللي هو 1,600، يعني لو قلنا ان احنا وفرنا 20,625، جبت منهم شورت بلوك ب 6,500 جنيه بعد 5 سنين، يبقى انا وفرت خلال 5 سنين 14,125. ده توفير 5 سنين، يعني وفرت في السنة 2,825 جنيه. لو عاوزين نعرف وفرنا كام في الشهر، وفرنا 235 جنيه. طبعا هو هنقول ان هو رقم قليل اللي احنا موفرينه، ده يفرق مع الناس اللي هي بتستهلك كيلوات كتير جدا في السنة. يعني في ناس بتستهلك بال40,000 كيلو في السنة، الناس اللي شغلها سفر، والناس اللي شغلها بعيد عن بيتها مسافات طويلة، مثلا كل يوم ياخد له 60 كيلو رايح و60 كيلو جاي والكلام من ده، الناس دي هتفرق معاه كتير جدا. طبعا بيوفر في العربيات الأجرة كتير جدا، لأن هو بيمشي تقريبا بمعدل 300 كيلو في اليوم على الأقل، يعني 3,000 كيلو دول بيعملهم في 10 أيام، يعني هو ممكن يعمل 10,000 كيلو في الشهر. ف10,000 كيلو في الشهر لو حسبناها في السنة هتلاقيه بيمشي 120,000 كيلو، فلا رقم كبير جدا يعني. فده لو جه يحسبها في التوفير هيلاقي ان هو موفر، مش يعني مش هنحسب التوفير يعني. فلذلك هو بالنسبه للعربيات الاجره موفر جدا، بالنسبه للعربيات اللي هي الملاكي بس بتسافر كتير فهو موفر جدا جدا. طبعا حته الصوت بتاع التسقيفه بتاعه الموتور والكلام من ده اللي كان بيحصل مع البنزين التمانين ما بنسمعهوش خالص مع الغاز. نتكلم على اداء السياره وعزم السياره والتجميع والسرعه. انا الحمد لله بمشي وعربيتي بسرعات، انا مش بحب الجري، بس لما حبيت اجرب يعني، لا هي العربيه بتجيب 160 و170 مفيش اي مشكله. التسارع مثلا لو هقارنه ببنزين 92 لا هيفرق شويه، لكن لو هقارنه ببنزين 80 لا هو هو، ويمكن اداء الغاز افضل شويه كمان. وطبعا بيفرق معانا نوع البوجيه، سلك نوع السلك اللي احنا مركبينه، فيفضل ان احنا نغير البوجيهات باستمرار، يعني هي بمعدل كل 3 شهور، بس احنا مش هنغيرها كل 3 شهور، احنا ممكن نتابعها نشوف لو حالتها كويسة مفيش مشكلة، لو حالتها تستدعي التغيير لا نغيرها. بالنسبة للحفاظ على العربية، طبعا قلنا ان احنا هنمشي بالعربية اولا وهي باردة لازم نمشي عليها بنزين، هي في منظومة الحقن المتزامن مش بتحول غير لما درجة حرارة الغاز توصل لدرجة الحرارة المطلوبة، فده ممكن يمشي معانا مثلا 10 دقايق لحد ما تحول بنزين، لحد ما تحول غاز آسف. أما من حيث المحافظة على البيئة، فطبعا الغاز صديق البيئة لأن هو تقريبا ملهوش عادة. نوع الزيت مهم جدا في استخدامنا للغاز،
انا جربت انواع زيت كتير، ولحد ما لقيت زيت هو مخصص اصلا للعربيات اللي هي متحوله غاز، اسمه فيسكو، ايطالي الصنع، هو مخصص للغاز لزوجه 50/20، سعره تقريبا 154 جنيه في الجيركن الاربعه لتر، بيمشي 3000 كيلو. طبعا ممكن ننزله، لو نزلناه قبل كده بشويه يعني، هو سعر الزيت رخيص مقارنه بالزيوت التانيه. طبعا بالنسبه للعيوب مقارنه بالمميزات والتوفير، فهي العيوب مش كتير. طبعا معانا الاختيار ان احنا نحول بين البنزين والغاز في اي وقت، يعني لو العربيه كانت ماشيه غاز وحبيت تقلبها بنزين، ممكن بضغطه بسيطه على الزرار والعربيه دايره من غير ما تبطل خالص، ما بتحسش باي اختلاف لما العربيه تنقل بين غاز وبنزين. ممكن بتاكد زرار نحولها بنزين ونمشي على البنزين عادي وقت ما نحب، ونمشي على الغاز وقت ما نحب. وزن اسطوانه الغاز تقريبا 70 كيلو وهي فاضيه. طبعا نتكلم بقى على 70 كيلو اللي هم موجودين معانا في العربيه، دول في شنطه العربيه عايشين معانا باستمرار. العربيه بتوطى شويه صغيرين جدا من ورا، وممكن نعالج الموضوع ده بان احنا بنحط علقات تحت السوست اللي ورا، بتعوض لنا الفرق البسيط اللي العربية نزلته. طبعا في ناس اتكلمت في المواضيع ده كتير، وفادتني انا شخصيا كتير، وفي قنوات برضو مخصصة بالعربيات انا بتعلم منها. القنوات دي اتعلمت منها كتير بصراحة، ولحد النهاردة بتعلم منها يعني. انا مش محترف ميكانيكا، بس انا يعني بحب اصلح عربيتي بايدي. طبعا لازم نهتم بموضوع الصيانة الدورية بتاعة الغاز. خلال أول سنة طبعا بتبقى المنظومة في الضمان، لو في أي عيب بيتغير مجانا على حساب الشركة. بعد ما بنخلص السنة العيوب يعني، لو حصل ولقينا عيب برضو بنروح مركز الصيانة اللي احنا يعني بنتعامل معاه اللي هو تابع لشركة الغاز، بيحلولنا كل المشاكل إن شاء الله يعني. وبعدين هو يعني مشاكله مش كتير إن شاء الله، المنظومة صناعة إيطالي قوية جدا، عمرها الافتراضي طويل. لازم نعمل الصيانة الدورية، بحيث ان هو في فلتر في منظومة الغاز لازم بيتغير كل فترة معينة، الاسطوانة ذات نفسها لازم بيتكشف عليها كل فترة معينة، والفترة دي سنين يعني، الفترة دي مش شهور او ايام. بتيجي فترة في الصيانة برضو بيفضي الاسطوانة بتاعت الغاز من الغاز تماما، وينضفها من جوه عشان ينزل اي نسبة زيوت فيها، لان الزيوت ديت بتاخد حجم من اسطوانة الوقود من اسطوانة الغاز، فبتقلل الكمية اللي احنا لما نيجي نشحن غاز مثلا، لو الاسطوانة تاخد 14، مع السنين هنبص نلاقي الاسطوانة بتاخد 12 مثلا، لان في 2 متر زيوت يعني بقت جوه الاسطوانة، فلازم صيانة الاسطوانة ان هو بيفضيها وينضفها من جوه ويفحصها ويركبها لنا تاني. لازم طبعا نعمل الصيانة في المراكز المعتمدة اللي هي تابعة لشركة الغاز اللي احنا مركبين فيها المنظومة. في المجمل أحب أقول لكم إن هي المنظومة موفرة، الغاز مش زي ما قالوا عليه زمان إن هو بيدمر المواتير والكلام من ده، اللي بيدمر المواتير إحنا. الغاز عاوز رعاية شوية أكتر من البنزين يعني، إحنا ممكن البنزين في حاجات يعني ما بنهتمش بيها طبعا بتأثر مستقبليا، لكن الغاز عيوبه بتبان اسرع يعني، فاحنا المفروض ان احنا يعني نحافظ عليه لسلامتنا ولسلامه المنظومه سلامه العربيه. نسيت اقول لكم طبعا ان الاسطوانه ديت بيبقى سمك الاسطوانه 8 مللي مضاده للرصاص، زي ما انا سمعت فيها صمام امان داخلي، بحيث ان هو في حاله الصدمات الجامده لا قدر الله يعني الاسطوانه بتقفل تلقائيا من الداخل. بس احنا بنعمل الصيانه الدوريه طبعا عشان لو في اي تسريب لا قدر الله او كده نكتشفه بسرعه. اخيرا هي المنظومه مقارنه بمنظومه الكرباتير هي منظومه ممتازه. انا بالنسبه لي بدخل المحطه بتاعت محطه الغاز مرتين في الاسبوع، لان انا كنت بستهلك حوالي 40 لتر بنزين في الاسبوع. النهارده بحط غاز مرتين في الاسبوع، المرة تقريبا بتاخد حوالي من 13 ل 14 متر، بدفع حاجة و30 جنيه في كل مرة يعني، في المرتين يعني استهلاكي في الأسبوع مثلا حوالي 70 جنيه غاز. لو مسافر باخد مشوار مثلا 180 كيلو أو كده، بستهلك تقريبا معايا 10 12 متر غاز يعني. فلو حسبنا 10 12 متر غاز، هنبص لأن احنا بنستهلك في مشوار 180 كيلو حاجة و80 جنيه غاز. فالموضوع يا جماعة موفر، الموضوع مش ما يخوفش.
وده طبعا مش تسويق للغاز ولا حاجة، بس لأن سعر البنزين غالي قوي في مصر، واحنا يعني اللي يعرف معلومة هو بيحاول يساعد التاني. في ناس بتكرهه مفيش مشكلة، وفي ناس حبته، وفي ناس عايشة بيه بقالها سنين. فحبيت أشارككم الفكرة اللي أنا جربتها نفسي بقالي تقريبا سنتين، حبيت أقول لكم رأيي وأنتوا برضو تردوا عليا برأيكم. ولو في أي استفسار عاوزين تعرفوه ممكن تكتبولي في التعليقات. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لنا لايك وتعمل سبسكرايب للقناة، وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات تانية.